عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع العمدة عبد المنعم السرحاني. النهاردة العمدة أخذنا في حاجات كتيرة جدا خاصة بمجلس العمد والمشايخ، خاصة بالتركيبة السكانية، خاصة بأمور كتير جدا. ولكن اللقاء مع حضرتك ممتع ومش حابب إن هو ينتهي. أنا هدر حضرتك الكاميرا معاك، اللي حابب تقوله للجهات المعنية للمجتمع المصري بكافة تركيباته لك الكاميرا. أنا أول بشكركم، وأنا اللي حابب إن اللقاء يطول، اللقاء خلص بسرعة، ولكن إن شاء الله يعني تتكرر معكم لقاءات تانية إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. اللي أنا بقوله أولا دكتور عشان أكون منصف، نعم، أنا بوجه الشكر والتقدير لكافة الأجهزة المعنية في مطروح، نعم، سواء أمنية، سواء عسكرية، سواء استخباراتية، سواء معالي الوزير المحافظ، الأجهزة المعاونة التنفيذية معاه، نعم. مطروح في تناغم ما بيننا ما بينهم مع السادة النواب، في تناغم في حل المشاكل، نعم، ما أقدرش أنكرها يعني. بس دايما الانسان ده بيبقى طماع للحلول، و اللي انا يعني بتمنى توفير فرص عمل اكثر لابناء مطروح، نعم، لان خاصه احنا على منطقه حدوديه، نعم، فانا عاوز احتوي الشباب في وظائف بحيث ان ما يبصش الحاجات غلط، نعم، ما يتجهش اتجاهات ومسالك اخرى برضو. احنا بغنى عنها. أنا بقول إن في طريق قدامهم مفتوحة لمجالات شاذة، إحنا نتبرع منها. أنا كمواطن مصري أنا ضد أي شيء يكون سبب في دمار، سواء العقول أو الصحة أو دمار مصر، من الحاجات اللي هي زي مخدرات، زي براشيم، زي بلاوي زرع، زي سجاير مسرطنة، الكلام ده كله. أنا بتمنى أن توفير فرص عمل لأبنائنا سواء في شركات البترول. نعرف أن دلوقتي الوظائف أصبحت مركزية، بس أنا بقول يعني لما تبقى في وظائف في مطروح تبقى يعني، نعم، لأبناء مطروح. أنا ما أقولكش، أنا لما أقول لك أبناء مطروح يعني أبناء مطروح اللي ساكن فيها كله بكافة التركيبات كله، نعم. أنا لما أقول أبناء مطروح يبقى ما قلتلكش أبناء القبائل، أقول لك أبناء مطروح اللي هنا هون، نعم. بدل التسكع هيلاقي هيبني مستقبله، مش هيبص لحاجه غلط. نعم. احنا عندنا كم شركه بترول تقريبا هنا عمده؟ كتير والله. انا سمحت انها حاجه يعني عدد كبير، مش نعم شوي. نعم. يعني نعم. احنا نتوجه طبعا في منهم خاص وفي منهم تابعين لوزاره البترول. قطاع عمل. نتوجه طبعا للسيد معالي الوزير، وزير البترول والثروه المعدنيه، ان النظره هنا لشباب مطروح في فرص عمل داخل هذه الشركات سواء عامه او خاصه. ما يقوليش برضه يا دكتور عشان ما يقوليش انهم في مقاولين وغفر، دول عمال باليوميه لوضع معين ينتهي في وقت معين. نعم. والشركه موجوده، انا عاوزه يتوظف في الشركه. نعم. يتوظف يبقى في الشركه، قاعد في الشركه. احنا كلنا توظفنا وما كانش عندنا خبره، والحمد لله النهارده خبرة على أعلى مستوى ونعلم خبرتنا للتانيين. نعم. يعني هي ما تجيش وليدة لحظة. نعم. فيش حد جه خبير في لا في الشركات ولا في غيره. نعم. ده بيتعلم من ده بيتعلم بمزاولة المهنة. بمزاولة المهنة. والخبرات والتدريب. الخبرات. بنبدأ يكون عندنا خبرات كبيرة. عندنا خبرات كثيرة، وأتمنى برضو زيادة وحدات التحلية المطروح. نعم. لتواكب. لتواكب الزيادة السكانية والرقعة العقارية. نعم. يعني احنا انا عندي زيادات يعني كل شهر بتزيد. نعم. انا عاوز زيادة وحدات تحلية، نعم، تدي انتاجية تغطي اهالي المحافظة في الشتاء وتغطي اهالي المحافظة والضيوف في الصيف. نعم. دي مشكلة برضو. نعم. مشكلة كبيرة برضو، مش لازم برضو يكون لها حل. نعم. لخطط بعيدة المدى. صحيح. يعني أنا ما أعملش وحدة تحلية مجالها سنة أو 6 شهور. نعم. لا، أعمل خطة ل 30 سنة قدام. نعم.
نعم بحيث ان يعني ده اللي احنا بنتمناه، ولنا حاجات كتير خالص ان شاء الله على علاقات متعدده الواحد بإذن هيقرب. الله تعالى. لكن انا لو تحققت عندي الاثنين دولت النهارده بإذن احنا الله. لسه. وبرضو اخر حاجه يعني اقولها، انا طولت عليكم شويه. لا خالص لا خالص. انا اوصي شباب مطروح خاصه وشباب مصر كلها ان احنا لابد ان التوأمة والحب واننا نقدر بعض واننا نتكاتف ونترابط ونتوحد في الصفوف للذود اولا عن مصر، وثانيا نرفع من رايه بلدنا، وان احنا نتجه للتعليم والاختراعات والابحاث لازم يبقى عندي جيل، لازم يبقى عندي جيل تطور الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم في الاسر. انا بوصي الاسر نعم. اولادكم وبناتكم حافظوا عليهم في الزي، حافظ عليهم في قصات الشعر، حافظ عليهم كل راقب اولادي، بحيث ان لازم 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 العوده لاخلاقنا والعوده لحب البعض. يعني 73 ملحمه كان فيها ابناء الشعب صحيح. المصري كان في اثار حتى ما بينهم. اتمنى ان احنا نعود الاخلاق ده هيا، لان بدون الاخلاق يغير علينا السلام. صحيح. العمده عبد المنعم السرحاني، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء مع حضرتك، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونتمنى لجميع القبائل العربية والتركيبة السكانية. أنا نيابة عن المطروح بشكرك أنك أنت، يعني أنا متابع بقالك كم يوم في المطروح، أنت بتنقل عنا إحنا، فأنا بقول لك نيابة عن كل أبناء مطروح صغير وكبير، لك عظيم وأسمى آيات الشكر والتقدير لشخصك والمعاونين طاقم اللي معاك وللقناة. أشكرك جدا العمدة، وطبعا إدارة القناة طبعا لكل القبائل العربية. احنا بننقل عادات وتقاليد، بننقل الأخلاق، ونعرف إزاي نقف على الأخلاق الحميدة وعودة للجذور والأصول. تحياتي ليكم، ومعانا لسه مكملين مع شباب قبائل مطروح، ومعانا شاب من شباب أبناء القبائل العربية من قبيلة السرحنة، مسعود، حاصل على المركز الثاني من وزارة الشباب والرياضة في مهرجان إبداع في الأفلام القصيرة. أهلا بيك يا مسعود على شاشة قناة النهار الجديد. أهلا وسهلا بيك يا دكتور وبكل مشاهدي قناة النهار الجديد. طبعا يعني احنا اتكلمنا النهاردة مع العمدة عبد المنعم في حاجات كتيرة جدا، وطبعا تطرقنا للشباب، ولكن حابين ان احنا كمان نسمع من الشباب ايه طموحاتكم، ايه اللي انتوا حابينه، ايه اللي انتوا بتتعاونوا فيه مع الكبار والعواقل؟ والله يا دكتور طبعا احنا يمكن العمدة منعم يعني اوجز في الكلام ومش هنضيف على كلامه، ولكن احنا طموحنا ان احنا نحافظ على تراثنا وموروثنا الشعبي، وان ده ما يتعارضش مع تعلمنا او مع تقدمنا في الحياة. يعني بنتعلم من الكبار في القبيلة وعمدنا ومشايخنا، وبنبقى بنسمع لكلامهم لان هم اكبر مننا قدرا، وبنحترمهم لان هم بيبقوا شايفين اشياء ومنظور خبره كبيره طبعا يعني. مظبوط، نظرا لكبر السن والمواقف اللي هم مروا بيها مراحل عمريه. صحيح. نعم نعم. طب خليني احكي شويه كده عن الشباب هنا بيفكروا في ايه، ايه طموحاتهم، ايه الفرص اللي هم حابين تكون موجوده في مطروح. والله احنا يا دكتور الشباب هنا يعني من دايما الهوايات المتعدده بالنسبه لهم هنا هي الصيد. نعم. في موسم الصيد وركوب الخيل، دي الهوايات اللي هي بيحافظ عليها ابناء مطروح دايما. نعم. احنا نفسنا هنا نلاقي حاجتين، نادي للفروسيه او كمان حاجه للرمايه. نعم. داخل مطروح، لان الهوايه دي مهمه جدا وبيقضوا وقت كبير فيها وبيعشقوها. نعم. كمان نتمنى يعني من الجهات المعنيه ان احنا نلاقي فرص عمل كشباب في الشركات زي ما قال العمده، او بشكل عام يعني كمان يعني نتمنى يعني من الجهات الامنيه ان نشوفوا حل في موضوع الجمرك، لانه دايما هو السبيل الوحيد. السبيل الوحيد للشباب ان هم يبقى في فرص عمل. نعم. طيب انا قبل ما اختم معاك انا هديك الكاميرا بتاعتك،
وعايزك تتكلم وبكل تلقائية عن اللي انت محتاجه. والله احنا كشباب مطروح يعني هدفنا بسيط. احنا عندنا هوايات هنا في مطروح، بنحب الصيد وركوب الخيل. احنا كشباب دايما بنبقى ماشيين ورا كبارنا وعمدنا ومشايخنا. طلباتنا يعني بسيطة جدا، ان احنا يكون لنا فرص عمل زي ما قال العمدي. يعني احنا مش هنزيده على كلمة. هدفنا ان احنا نحافظ على موروثنا الشعبي وثقافتنا الشعبية، في اطار ان ده هذا ما يتعارضش مع تعليمنا ومع تقدمنا للأمام. في النهاية حابب نشكر قياداتنا وعمادنا ومشايخنا اللي هم دايما هم قدوتنا في الحياة، ربنا يحفظهم. ونشكر كل الجهات الأمنية اللي بتتعاون معاهم وبتسهلهم السلم الاجتماعي، وهذا الدور الإجراء اللي بيحافظ على أمن مصر. مظبوط مظبوط. طبعا أنا بشكر مسعود في النهاية على هذا اللقاء، وإن شاء الله مكملين مع بعض في مع أبناء القبائل العربية، وإن شاء الله الفرص أنتم بتحلموا بيها إن شاء الله نقدر نوصلها وتقدر تكون في الأفق قريبا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. تحياتي ليك يا مسعود. إلى هنا نختم هذه الحلقة، مع أمل اللقاء بكم من جديد. نترككم في رعاية الله وأمره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.